لليوم الثالث على التوالي تواصل وزارة الداخلية تسجيل الوافدين المخالفين أو المسجل بحقهم بلاغ تغيب من الجنسية الفلبينية والراغبين طوعية في العودة إلى وطنهم للاستفادة من قرار إعفائهم من أي غرامات مترتبة على مخالفتهم قانون الإقامة، بالإضافة إلى إعفائهم من مصاريف رحلات الطيران. أول ما يبدأ المخالف يجي طبعاً وياها أغراضه ويحطهم عند الباص ويدخل هني، في عندنا عيادة دكتور يتم فحص المخالف، وبعد الفحص النتيجة تكون طبيعية يتم اتجاهها على، إذا كان يحمل جواز سفر يتم اتجاهها إلى إجراءات السفر الردية، يخلص أوراقه ويطلع على طول الباص ويروح قسم الإيواء. أما بالنسبة لأغلب أشخاص اللي يجون المخالفين يكون مثلا ما عنده جواز سفر، وهذا طبيعي، عندنا السفارة الفلبينية موجودة عندنا هنا، فيتم تحويله على السفارة الفلبينية، يتم انتهاء من إجراءاته وبياناته، يعطونا ورقة استكمالا لإجراءات السفر. شؤون الإقامة ومباحث شؤون الإقامة والأدلة الجنائية وتنفيذ الأحكام كلها إدارات تتعاون لتسهيل إجراءات سفر المخالفين في ظروف طيبة. أغلب الأشخاص اللي يكونوا موجودين عندنا لما يروحون لإجراءات السفر يكون أغلبهم يعني أو نصهم يكون عندهم مخالفات، طبعا مخالفات اللي هي تغيب مثلا أو مخالفات وزارة العدل أو مخالفات مخالف قانون الإقامة مثلا كذي، يتم تحويله على الإدارات الموجودة، الأقسام الموجودة على اليمين في وزارة الداخلية الأدلة الجنائية أو شؤون الإقامة، ياخذ برنت وبياناته كاملة. بالنسبة إذا كان عنده مخالفة تغيب أو إجراءات البسيطة هذه، عندنا إدارة تحقيق فوق قسم التحقيق موفرتها وزارة الداخلية تشكر عليه، يتم تنفيذ الإجراءات وإنهاء منه إجراءات السفر، يتم إعادة ثاني مرة إجراءات السفر ويستمر مع ربعة في الإيواء. يشار إلى أن استقبال الجالية الفلبينية يستمر لخمسة أيام، تليها الجالية المصرية ثم الهندية فالبنغلاديشية والسريلانكية، تليها بقية الجنسيات في إطار جدول زمني محدد يتواصل حتى آخر الشهر الجاري. دورة عمل منظمة وسلسة لاستقبال مخالفي الإقامة من خلال تذليل العقبات ومنحهم كافة التسهيلات في إطار حملة غادر بأمان. سناء الوسلاتي، تلفزيون دولة الكويت.